مساء الخير. ليفربول يعود من بعيد ويحقق الفوز على استون فيلا 2-1 بعد التأخر، وكذلك مانشستر سيتي بيعود امام ساوثهامبتون ويفوز 2-1. هكون معاكم احمد فوزي وزكي السعيد للتعليق على المباراتين. مش هننسى كمان الخسارة الكبيرة لبرشلونة امام ليفانتي بثلاثة اهداف مقابل هدف، وشايفين طبعا ابتسامة زكي على طول في انتظار ما سيسفر عنه ريال مدريد مساء مع ريال بيتيس بالعربية. اولا انا زكي، كل سنة طيب. كم سنة؟ 30 سنة؟ 33. ليفربول خطف فوز في الوقت القاتل قدام استون فيلا عدته مؤخرا، يعني ليفربول في اخر سنه ونص تقريبا في ماتشات كتير قوي حسمها في دقايق 96 و95، ماتش ايفرتون السنه اللي فاتت الموسم اللي فات، الماتش ده ماتش كان في الماتش اللي صفي صلاح قبل نص نهائي دوري الابطال برده في الوقت الضايع، وحتى تعادل مع ارسنال في الكاس في نص الاسبوع دوت في الوقت الضايع. فهو ليفربول بيجيد اللحظات الاخيره، ده معناه ايه؟ ده معناه عقليه يورجن كلوب اللي زرعها في اللعيبه. انا شايف الفرقه اللي بتبقى قادره ان هي تلعب لحد الدقيقه الاخيره والثانيه الاخيره بتبقى فرقه محظوظه جدا، ان انت قاعد تتفرج على الماتش انك عندك امل لحد اخر ثانيه في الماتش. انا كمشجع لريال مدريد كان عندي الاحساس ده في موسم مثلا 2017، الموسم اللي ريال مدريد خد فيه الثنائيه مع زيدان، كان اغلب ماتشات كتير جدا، موسم حوالي 10 ماتشات او اكتر او 15 ماتش حتى اتحسموا بعد الدقيقه 80 و85. فالفرق اللي بتمد امد الماتش وبتبقى عندها قدره ان هي تنافس لحد اخر دقيقه وانك ممكن تقلب تاخرك وترجع، ده فريق بطوله اكيد. النهارده يورجن كلوب بيحاول ان هو يريح بعض اللاعبين، فلاعب اساسي مثلا ادم لالانا بيعود لاول مره لتشكيل اساسي بالفتره طويله جدا، هو ريح بعض اللاعبين لكن ما ريحش اللاعب اللي محتاج راحه اكتر من غيره يعني. واللي هو محمد صلاح. محمد صلاح العائد بالاصابه بالظبط، وما كانش جاهز، وعشان كده كمان خرج صلاح النهارده. يمكن في الشوط الاول في اول مباراه عمل هجمتين وكان ممكن يسجل، ولكن بعدها اختفاء تام. ده معناه ان هو فعلا ما زال متاثر بالاصابه، لكن في المقابل تريزيجيه النهارده بيقدم افضل مبارياته. النهارده وصول تريزيجيه الحقيقي للدوري الانجليزي عمل مباراه على افضل ما يكون، سواء دفاعيا او هجوميا كل القرارات اتصرف فيها بشكل صحيح، فعشان كده هنجيله. لكن لازم ادي الهنت ده في الاول عشان ما تفتكروش ان احنا ناسينه. يعني هنخلص كلام الاول عن ليفربول. زي ما قلت لك بدا بلالانا، وليفربول عنده اجنده مزدحمه بالماتشات الفتره اللي جايه. ليفربول هيلعب بمعدل ماتش كل 3 ايام، ماتشات في الدوري، ماتشات في الكاس، وبينهم كمان كاس العالم للانديه، لدرجه ان ليفربول كان بيدرس فكره الانسحاب من كاس استون فيلا برده، والاتحاد الانجليزي بيحاول ان هو يلاقي له مخرج حاليا، لان مفيش حتى مكان ان انت تحط فيه ماتشات لحد منتصف شهر يناير. بالاداء اللي ظهر فيه ليفربول النهارده، ان الماتش الجاي قدام مانشستر سيتي مع الاجهاد ده كله، هل ليفربول قادر على مواصله الانتصارات ولا الهزيمه او التعثر جاي حتما مع انخفاض المعدل المستوى الاداء بسبب الارهاق؟ هو مباراه مانشستر سيتي الجايه مباراه حاسمه. عاده بنقول لما نحب نتكلم بوعي في الكوره ان الاول زي الاخير، لما تيجي تلعب وده بثلاث نقط وده بثلاث نقط، او منافسك هو هو نفس الفريق اللي بيصارع على الهبوط، لما تكسب ده تاخد ثلاث نقط، ولما تخسر من ده تخسر ثلاث نقط. بس مباراه مانشستر سيتي تحديدا اعتقد ليفربول لازم يكون يتعلم من درس الموسم اللي فات، لما كان متقدم في جدول الترتيب في مباراه الدور الاول وكان عنده فرصه ان هو يوسع الفارق. مش فاكر في كان الفارق كان بالظبط، اظن كان خمس سبعة. كان سبعه، كان ممكن الدوري يخلص يعني لو وصلت 10. فخسر الماتش ده ومانشستر سيتي كسب، وطبعا الكره الشهيره اللي وقفت على الخط وما رضتش تدخل بالظبط، وتمدي الحياه قدام صلاح فلابورتي او تمدي مش فاكر لابورتي يمكن مش فاكر والله. فساعتها دي كانت بدايه عوده مانشستر سيتي للمنافسه، فمهم جدا انك تقتل منافسك او تبعده عنك. يمكن في ناس شايفه هتبقى مكتفيه بالتعادل مثلا من جانب ليفربول الماتش الجاي، او يشوفوا ان النتيجه مرضيه بحيث ان الفرق ما يقلش، لكن مهم ان ليفربول مع تاريخه الطويل في خساره الدوري على مدار 30 سنه باشكال مختلفه، يعني لازم يكون عنده دافع وهدف ان هو يحسم المنافسه. مش هتتحسم طبعا، لكن مباراه مانشستر سيتي جايه مباراه مصيريه جدا مع منافسه المباشر، لازم يهزمه، لازم يوقفه ويوسع الفرق اكتر ويزوده. فبالنسبه لمشاركتهم في كاس العالم للانديه، ده يعني ده قدر ابطال اوروبا دايما، هو بطل اوروبا دايما بيبقى عنده زحمه ماتشات، خبره ثلاث سنين ورا بعض يعني. فدايما ريال مدريد كان بيتاجل له ماتش وبيلعبه متاخر، وبنفضل بقى نقول طب المفروض نحسب الماتش ده بثلاث نقط على اساس ان احنا هنكسبه، ولا ان احنا ما نحسبوش خالص بحيث ان احنا كاننا ما لناش دعوه، يبقى بونص بعد كده يعني لو كسبناه يبقى حاجه اضافيه.
وبعدين في الاخر بنخسره يعني قدام فالنسيا، والنتيجه بتبقى ده بتخسر الدوري كله كمان. بالظبط. لكن هو اظن اكيد هيلاقوا حل الماتش استون فيلا اللي هو قبل كاس العالم. لا ده الماتش ده اكيد هيتاجل، مستحيل طبعا يتلعب، مفيش مكان، مفيش مكان، ومن حقهم ان هو يتاجل وشيء طبيعي يعني. الدول دي بتاجل ماتشات عادي وما بيأجلوش غير في اضيق الحدود، لكن بيأجلوا برضو ماتشات عادي مش ازمه. اضافه على كلامك في ماتش سيتي يا زكي، طبعا الماتش هيكون مهم جدا في فرق النقاط، انت زي ما بتقول بدل هو الفرق 6 دلوقتي هيبقى 9، لكن في كمان نقطه مهمه ان ليفربول ايه دايما يعني في اي وضع طبيعي لو فريق تاني غير ليفربول حاليا متقدم بفرق 6 نقط وبيفوز في الدقيقه الاخيره لاكثر من مباراه، الناس كلها هتبقى ترشيحها الاول هي ليفربول، ولكن لان ليفربول هو اللي موجود فترشيح الناس لما تقول له مين هياخد الدوري، والله هو ليفربول شكله عايز تقول ليفربول، بس ليفربول بس مش يعني رجلك مش خايف تتسك عليه. ده ليه؟ لان العامل المعنوي بيفرق جدا، ليفربول محتاج ان هو يدوس على مانشستر سيتي علشان يدي الجماهير نفسها الثقه. جماهير ليفربول النهارده مع اول ما تلقوا الهدف الاول وعلى الدقيقه 60 كده بداوا خلاص يعيشوا اجواء ان هو خساره الدوري مش خساره الماتش. انا شافوا السيناريو ده كتير قبل بالظبط كده. فهو السيناريو ده علشان تضحض يعني، اول لما يورجن كلوب جه كان بيبقى كان يعني الموضوع كان اقل من كده، نسبه الطموح اقل من كده، كان جمهور ليفربول مع اي فريق صغير لما بيلعب مع فريق صغير بيبقى حاطط ايده على قلبه، انا بكسب الفرق الكبيره لكن الفرق الصغيره هخسر منها، لازم شباكه هتهتز ولازم يدخل فيه جولين على الاقل، ولو اتقدم في النتيجه الماتش بيتقلب عليه تاني. كل السيناريوهات دي كانت مع يورجن كلوب. يورجن كلوب عالج الحاجات دي كلها نفسيا، بس حاليا لسه ما عالجش اللي هي الازمه الكبيره بقى اللي هي الفوز باللقب، هي دي الحاجه العقبه الوحيده النفسيه اللي لسه يورجن كلوب بيحاول يتغلب عليها مع ليفربول. لكن اعتقد الفوز على السيتي هيكون خطوه كبيره جدا في ان هو يتخطى بقى الحاجز النفسي ده، ده بعيدا عن حسابات النقاط طبعا اللي هي الاهم، ولكن ده كمان مهم جدا. ده حقيقي. بالرجوع للماتش، العريس النهارده كان محمود تريزيجيه، رغم ان فريقه خسر في الاخر لكن سجل اول هدف فيه في مسيرته في الدوري الانجليزي، واول هدف فيه مع استون فيلا منذ الانتقال اليه طبعا. جول اتاخر شويه ممكن لان هو لعب ماتشات كتير من اول الموسم، شارك في كل الماتشات تقريبا ما عدا الايقاف اللي كان عليه بالزبط. في ماتش اضطرت فيه فوقف بعديها ماتش، لكن شارك في كل الماتشات سواء بديل او اساسي، وعمل ماتش حلو قدام مانشستر سيتي دفاعيا بالذات، وبعدين النهارده وكان قريب فعلا، والنهارده سجل اخيرا وتوج مجهوده فخطف الاضواء المصريه من صلاح النهارده مثلا ومن احمد محمدي طبعا دخل بديل في اخر الماتش. اعتقد ان لو المباراه انتهت تعادل حتى مش فوز ليفربول كان هياخد هو مان اوف ذا ماتش. ده حقيقي يعني، هو بس لولا ان هي بتبقى تتحكم فيها ان انت في الاخر مجهودك ده اثر في ايه في نتيجه المباراه، مش بس ادائك كان كويس ولا لا او تقييمك ايه. فاعتقد لولا بس الهدف التاني ده كان اكيد هيبقى تريزيجيه هو مان اوف ذا ماتش، ولكن فمجمل لا، هو اعتقد تقييم النهارده اداء رائع دفاعيا وهجوميا، كل القرارات كانت صح يعني بخلاف الجول الكره الاخيره اللي في كره غازي اعتقد كورنول مش فاكر تقريبا فتح وبعد كده لعبها له بينيه كانت رائعه، ما لعبهاش بطن رجله في بعيد بالظبط. يعني هو فعلا النهارده كان بيدي لنفسه المساحه ان هو يفكر ويتخذ القرار الصحيح، وهو ده اللي خلى تريزيجيه النهارده مختلف عن الماتشات اللي فاتت. هو نفسه لما هيبص كده يتفرج على اعاده الماتش لو مركز في الفرق بين النسخه دي والنسخه اللي فاتت، هو نقطه التركيز في اللحظه الاخيره سواء في التصويب في التمرير اتخاذ القرار، هو ده اللي كان بيفرق النهارده عن اي ماتش تاني. ده حقيقي. ده كان ليفربول. في المقابل مانشستر سيتي ايضا بيعود قدام ساوثهامبتون. ساوثهامبتون خسر 9 من ولا 7 9-0. وانا معجب بالطريقه اللي قدروا يمسكوا بيها نفسهم يعني، خسروا طبعا ماتشين قدام مانشستر سيتي بس في اي ظروف طبيعيه من غير ما يخسر 9-0 كان مرشح ان هو يخسر من مانشستر سيتي عادي، لكن ظهوره بقوه جدا قدامه في كاس الرابطه من 3 ايام على ملعب مانشستر سيتي، والنهارده تاني بيجبر مانشستر سيتي ان هو او جمهور مانشستر سيتي ان هو يحط ايده على قلبه لحد الدقيقه 85، ده مش سهل على فريق طالع خسران 9-0 قدام ليستر سيتي على ارضه وعلى ملعبه. ف احنا تخيلنا ان هيبقى في كارثه يعني قدام مانشستر سيتي في ماتش واحد على الاقل بعد الفجعه اللي حصلت لهم دي، لكن هم رخموا جدا على سيتي في ماتشين. واضح ان هو كان الاجراء اللي اتخذوا اللاعبين بفول السحر لما تبرعوا باجور اجورهم للجماهير علشان كتعويض للخساره بتسعه، اللي هم شايفين هو ما يستحقوش الفلوس بتاعت الاسبوع ده او الشهر ده علشان احنا خسرنا 9، فاللي هو انت بتلعب علشان تمتع جمهورك فتبرعوا بالفلوس دي أجورهم. ومش عايزين بقى المره دي ان هم يتبرعوا تاني، فبداوا ان هم فعلا يسترجلوا بقى في الملعب ويبذلوا
اقصى بقى عندهم، فكانت النتيجه ان هم كانوا ممكن النهارده يخرجوا على الاقل متعادلين مع مانشستر سيتي، ولكن برضو خطوه مهمه جدا لمانشستر سيتي في المنافسه، في المنافسه على حظوظهم. حتى انت دلوقتي بدل ما هتخش المباراه متاخر فرق 8 نقط على ليفربول، هتخش المباراه متاخر 6 تكسب تبقى 3 كده بقى، خلاص قربت جدا من اللقب. كنا كلنا بنتكلم عن اهميه فوز ليفربول النهارده، لكن النهارده فوز سيتي برده لو اي نتيجه غير الفوز كان الموضوع هيبقى صعب جدا يعني. الدوري ليفربول بشكل كبير، انت كده لا بتحافظ وبتضغط اكتر على ليفربول، بتدخل ليفربول الماتش الجاي مش مستريح، بتدخله مضغوط نفسيا لان الخساره هتقلب الموازين. في تعليقات عندك الاول ولا نخش على الباقي؟ الناس كلها اغلبها بتسلم. عمرو صلاح بيقول مساء الخير، ابراهيم بيقول تريزيجيه معلم، احمد جيمي بيقول مين انتوا بقى، انا زكي السعيد ومعايا احمد فوزي. ادينا الشرف اول. هاني محمود بيقول ابن الاهلي تريزيجيه. الناس برضو بتفضل مرتبطه بالفريق الاصلي اللي لعب له اللعبه قبل ما يخرج. طبعا تريزيجيه مر بكذا مرحله في الاحتراف، لكن جمهور الاهلي قبل الاهلي اكيد. عمر خالد بيقول لنا ستونز، هو عمل ايه ستونز النهارده؟ جون ستونز على حركه الفرج على بيقول لنا على اللقطه اللي هي التشات مع خط الجول. كان جون ستونز اللي لقاها من على الخط. طب صح كده ممكن. تمام صح شكرا. طيب عايزين نروح للناحيه الثانيه وملعبك بقى زكي وبرشلونه. برشلونه بعد ما كان متقدم 1-0 بيخسر 3 من ليفانتي، وارنستو فالفيردي قاعد بره ما مكتوف الايدي، لويس سواريز خرج مصاب ما بيعملش حاجه، فالفيردي برشلونه في ايه بالظبط يعني؟ ايه وطبعا عشان ربنا ما بيرضاش بالظلم، عشان الجول الاول جه من ضربه يعني جزاء حتى في وجود الفار في ظلم. هي لقطه غريبه جدا، هي اللي كان في البيلد اب بتاع الهجمه جريزمان كان اوفسايد. انا مش مشكلتي ان الفار ما لقطهاش، انا مشكلتي ان حاجه مساعد ما لقطهاش اصلا يعني أساسي. هو عايم في الاوفسايد، فجريزمان استلم الكوره ورجعها ورا، والكوره عدت على 3 او 4 لعيبه تقريبا، وبعدين رجعت لسيميدو وخد ضربه الجزاء. اللقطه دي اتعادت بعد ضربه الجزاء بسبع دقائق تقريبا في نهايه الشوط، وكانت لقطه غريبه جدا ان هي تعدي على الفار، لان الحاجات دي بتبقى يا ابيض يا اسود، او طالما انت ما شفتهاش دي بتبقى حاجه غريبه، لان المفروض الفار بيراجع اللعبه من اولها وبيشوف كان في شبهه تسلل او اي حاجه. ممكن ناس تبرر تقول ان هي بقت لعبه جديده مثلا او ان الموضوع حصل، لكن اظن هو في ظرف 20 ثانيه مثلا مش لعبه جديده، ده وجهه نظري يعني. المهم ان ميسي سجل من ضربه جزاء في نهايه الشوط وخرج برشلونه كسبان. شكل ليفانتي في الشوط الاول ما يدكش ان الفرقه دي هتنزل تعمل اي حاجه يعني. ليفانتي ما عملش اي هجمه خطيره على برشلونه الشوط الاول. انا كنت بفكر كده كواحد يعني عايز برشلونه يتعثر، بقول الماتشات اللي برشلونه يتعثر فيها ايه السنه دي؟ غرناطه كان باين غرناطه، اوساسونا اللي هي قدام فرقه صغيره، اوساسونا تعادلوا مع اوساسونا 2-2، كان باين من اول ماتش ان اوساسونا رجله ماشيه يعني. انما ليفانتي الشوط الاول شبه الفريق ما جاش، لكن الشوط الثاني قبل الجول ما يجي الجول الاول ليفانتي في اول ربع ساعه كان في تمريرات كتير جدا من لعيبه ليفانتي كانوا بيلعبوا بتحرر كبير يعني. انا كنت معجب بالشكل اللي بيلعبوا بيه، وكنت رغم ان هو ما اصفرش برده عن هجمات يعني، لحد اول جول ليفانتي ما عملش اي هجمه، لكن ما عملوش اي هجمات مؤثره، لكن كانوا بينقلوا الكوره، كان في كوره هجمه وصلت ان هم نقلوا الكوره حوالي ممكن يوصلوا 20 نقله بشكل فيه اريحيه كبيره جدا. بورخا مايورال مهاجم المعار من ريال مدريد كان بينزل وبيعمل دور بنزماوي يعني، عشان هو بيعتبره قدوته اصلا. فلحد ما الجول جه طبعا، وفي ظرف 7 دقايق ونص بالظبط ليفانتي كان جايب 3 اجوال. الفرق بين الجول الاول والجول الثاني 141 ثانيه يعني، يا دوبك بتشيل راسك من على التلفزيون بتلاقي الجول الثاني جه. حتى برشلونه لما سجل الجول اتلغى بسبب الفار، اللي ميسي جاب الجول في الدقيقه 75. اعتقد لو الجول ده كان اتحسب اظن برشلونه كان هيرجع في الماتش يعني. لكن ليفانتي هو في رقم غريب ان اكتر مدرب هزم ارنستو فالفيردي كمدرب لبرشلونه هو مدرب ليفانتي اللي هو باكو لوبيز. باكو لوبيز هزم فالفيردي 3 مرات اكتر من اي مدرب تاني يعني. زيدان مثلا هزم فالفيردي مرتين بس اللي هم اول مواجهه بينهم في كاس السوبر الاسباني، لكن باكو لوبيز للموسم الثالث على التوالي بيهزم فالفيردي كمدرب لبرشلونه. طبعا الماتش الشهير بتاع 5-4 اللي هو موسم قبل اللي فات كانت دي هزيمه الوحيده لبرشلونه، كانوا رايحين هم في اتجاه الدوري لهزيمه، وما كانش حد متوقع ان خلاص مفيش عواقب، كان مفيش كلها ماتشات سهله اللي باقيه ومفيش فريق كبير يعني هيقف لبرشلونه. فليفانتي طلع من العدم، وكانت مباراه غريبه جدا يعني. الخمس اجوال سجلوا في كانها عاده برضو ليفانتي بيقدم مباريات كربونيه قدام برشلونه، بيسجل عدد اهداف كبير في عدد دقائق قليل، ان
النهارده ده حصل في 7 دقايق ونص، سجلوا 3 اهداف. اظن هزيمه صادمه لبرشلونه. اولا خسروا لويس سواريز، خرج مصاب في نهايه الشوط الاول، كان باين هو غضبان جدا، كان ماسك تقريبا سمانه رجله. النهارده رغم ان عثمان ديمبلي كان ايقافه انتهى، لكن فالفيردي اختار ان هو ما يضموش في القايمه من غير سبب واضح، يعني رغم ان هو ما عندوش بدائل تقيله على دكه البدلاء للثلاثي الهجومي، عنده انسو فاتي وعنده كارلس بيريز، لكن بيريز اللي نزل برضو دي برضو سؤال برضو مش مفهوم قوي. بيريز اولا نزل اللي يلعب مهاجم صريح، وبيريز هو جناح او لاعب جناح. و طب ليه ما لقاش مع جريزمان؟ ما ده السؤال. انت عندك جريزمان اصلا بيلعب اضطراريا كجناح شمال، فجات لك الفرصه انك تلعبه مهاجم وما حصلش. كمان كنت بشوف جريزمان بيرجع بشكل مبالغ فيه جدا للدفاع، بشوف في خط الوسط بيبذل مجهود دفاعي غير طبيعي، وبيسترجع الكره احيانا. اظن ده عبء جامد قوي وحمل جامد عليه، ومش هيخليه يطلع كتير في خط الهجوم. يعني طبعا هو لاعب جاي من اتلتيكو مدريد، معتاد ان هو بيدافع من عند منطقه جزائه يعني، لكن مش هنشوف الناحيه الابداعيه جامده عند جريزمان طول ما هو ملتزم بالشكل الكبير ده. طب انا عندي سؤالين وقبل نخش على ماتش ريال مدريد، وبعدها نخش على حاجه اخيره. يعني اول سؤال بالنسبه لتالق بورخا مايورال النهارده، مرحله ما بعد كريم بنزيما في ريال مدريد، وافترض ان هي تكون مبنيه على طبعا بجانب لوكا يوفيتش ده، واستمر يعني على بورخا مايورال ولا راؤول دي توماس ولا ماريانو دياز؟ بص، طبعا ماريانو اثبت ان هو مش احسن مش حاجه، رقم سبعة ماشي. بالنسبه لراؤول دي توماس، راؤول دي توماس للناس ما تعرفوش، هو مهاجم في ريال مدريد، معار السنه دي لبنفيكا، كان معار الموسم اللي فات واللي قبله لرايو فايكانو، صعد بيهم الموسم قبل اللي فات، وبعدين لعب لهم الموسم اللي فات تاني معار، وجاب عدد اهداف كويس، متهيألي جاب حوالي 14 جول مثلا حاجه زي كده. بس انا بحب دايما اوصفه ان هو النسخه الاقل ذكاء شويه من ماريانو، يعني هو نفس الاستايل، وبيقطع الايام قريب، وبيلعب بدماغه، وبيشوط من بعيد كويس، لكن هو اقل ذكاء من ماريانو. فلو ماريانو ما نجحش، واظن ان هو مش ناجح مع بنفيكا لحد دلوقتي، ما بيعملش حاجه يعني. فالمشكله دايما الناس او جمهور ريال مدريد لما مهاجم يجيب جول في اي، يعني مش بس مهاجمين المعارين ريال مدريد، لا مثلا اللي بلعب ماتش مع ارسنال قال لك ريتنا ما بعناه، ريت بقى قاعده خط الوسط فاضي. هو اي مهاجم في الدنيا بيجيب جول فجاه، احنا يا جماعه عايزين مهاجم. يعني مثلا هل يعرف جمهور ريال مدريد ان مثلا ديو كوستا لما بيجيب جول الناس يا جماعه شوفوا ديو كوستا، ديو كوستا جايب السنه دي جولين باين، وجايب من اول الموسم اللي فات جايب حوالي 6 7 جوال، حاجه مش ارقام سيئه جدا. بس هو بينظر اليه ان هو مهاجم المفروض هو اللي يجي يلعب مثلا على كريم بنزيما، فانك تعوض بنزيما يعني 10 سنين في ريال مدريد، ده حاجه، ده رقم مهول طبعا، مهول يعني. هتعوض يعني مثلا اجوين قدم سنين كتير كويسه مع ريال مدريد، لكن ما وصلش 10 سنين في ريال مدريد. بنزيما مهما تقدم في العمر، المدرب اي مدرب بيجي يعتمد عليه، مفيش مدرب ما اعتمدش عليه، بيليجريني اعتمد عليه، مورينيو اعتمد عليه، انشيلوتي اعتمد عليه، بينيتيز اعتمد عليه، بالعكس بينيتيز اداله ادوار اكتر كمان في النص موسم اللي هو لعب، زيدان اعتمد عليه، كانوا بيقولوا زيدان بيحبيله عشان هو جزائري زيه، ماشي زيدان، لوبيتيجي اعتمد عليه، مفيش سولاري اعتمد عليه، مفيش مدرب جه فكر بس ان هو يا جماعه انا مش عايز بنزيما. فبنزيما انك تعوضه، هتعوضه بلاعب نفس الستايل، صعب، لان بنزيما ستايل مهاجم مش ما تلاقوش كتير يعني، وصعب انك تجيب مهاجم وتطلب منه تقول له بص انا عايزك تيجي تبني لي لعب وتربط مع خط الوسط وتنزل وتستلم وتعمل اسيست كتير وتفتح مساحات وتتحرك على الاطراف يعني مهام يعني اكتر من ان مهاجم يحتملها يعني. ومهاجمين نادرين جدا وتعدوا على اصابع اللي يقدروا ينفذوا الكلام ده، زي فيرمينو مثلا، زي حتى سواريز على فكره في احسن حالاته اللي هي مثلا ما بيعملش ده بقاله سنتين مثلا، لكن في اول موسمين ثلاثه ليه مع برشلونه كان بيعمل ده وكان بيصنع اللعب. فما اظنش ان في، لكن اسامي اللي انت طرحتها بورخا مايورال مش شايف ان هو يرقى لمستوى ريال مدريد، ماريانو دياس كذلك، راؤول دي توماس كذلك، فولا واحد منهم يرقى لريال مدريد. مايورال مهاجم احسن من الناس شايفاه، يعني الناس شايفاه انه مهاجم ما جاش خالص، لا مايورال مهاجم كويس بس مش مستوى ريال مدريد. بالتالي ريال مدريد هيكون بحاجه ان هو يضم مهاجم كلاس، مش كلاس هو ما فيش غير اسم واحد، هو ما فيش غير اسم واحد، هو كيليان مبابي يعني. كيليان مبابي مش نفس ستايل بنزيما مبدئيا، مش نفس ستايل بنزيما بس لعيب خارق يعني. خلاف عليه طبعا. طيب ده كان السؤال الاول، بس احنا طولنا قوي في اجابه السؤال الاول. بس عشان خليتي نسيت السؤال الثاني.
السؤال التاني، ريال مدريد والماتش الجاي او كمان شويه مع ريال بيتيس، هل هيستغل ريال مدريد بقى تعثر برشلونه، ولا هيكون وافي لعاداته ويتعثر هو الاخر؟ ايدن هازارد النهارده يعني كل ماتش بيبقى نفس السؤال بيتجدد، امتى ايدن هازارد هو خلاص بدا يظهر بشكل كويس، كان محتاج يسجل الماتش اللي فات وما سجلش. يعني الفريق كسب 5-0 وانت ما سجلتش، وخمس لاعبين مختلفين سجلوا، مش منهم ايدن هازارد، ومش منهم ولا اسيست ايدن هازارد. خد ضربه جزاء بس ما عملش مثلا اي اسيست او اي جول. عمل ماتش كويس واكمل تقريبا 8 مراوغات ناجحه وتحرك كتير جدا لحد اخر لحظه، يعني جات له فرصه في اخر دقيقتين تقريبا كان فراد، فبصاب العرض عشان اللي جاي احسن وحد ضيعه وفاروما لحقهاش. فحتى هو ما كانش متوتر ان هو ما سجلش مثلا، يعني ده لو رونالدو ده كان انا متاكد ان هو شاط، حتى مش شخصيه مختلفه خالص عن رونالدو. لكن هو محتاج يسجل اهداف، لان هو المفروض لاعب جاي ريال مدريد المفروض هيسيب اثر وهيبقى ارقامه ومفروض تبقى كويسه. النهارده ماتش ريال بيتيس ماتش ثأري لزيدان، لان زيدان اخر مواجهتين ليه قدام بيتيس في برنابيو وخسرهم. ماتش انطونيو سانابريا طبعا الشهير اللي ظهرت مع فيج ريال مدريد بالعربيه في زائد 94. وبعدين لما رجع تاني زيدان في ولايه تانية الموسم اللي فات، فاخره في اخر ماتش خالص في الموسم، اللي هو انت اتضربت طول الموسم وعايز بس في اخر كده تطلع على شكلك كويس، يعني على ارضك في وسط جمهورك عايز تودع الناس، خسر 2-0 تاني. فالنهارده ريال بيتيس بيمر بفتره سيئه جدا الموسم ده، مغير مدربه، مشوا كيكي سيتين طبعا الراجل اللي اكتسب شهره في الموسمين اللي فاتوا مع بيتيس، لكن نتائجه في تاني موسم كانت سيئه والناس حطت طموحات عاليه قوي عليه وفي الاخر ما حققهاش فمشي. جابوا مكانه روبي. روبي ممكن اسم الناس تتري عليه شويه بس هو مدرب كويس جدا. روبي كان في الجهاز الفني لبرشلونه من كذا سنه، اظن ام تيتو فيلانوفا اعتقد يعني، او تاتا مارتينو في الفتره دي. المهم ان هو اشتغل في برشلونه في لاماسيا، وبعديها مسك ليفانتي في موسم 2015-2016. ليفانتي كان ميت احياء شويه لكن هبط، لكن حسن جدا من اداء الفريق ساعتها فلفت نظري. بعديها الموسم اللي بعده مسك خيخون كان الموسم اللي بعده او بعد اللي بعده مسك خيخون كان الموسم اللي بعده خيخون كان ميت فمسكوا احياء شويه بس هبط برضه. فمدرب السي في بتاعه فرقتين هبط بيهم، ممكن تقول ايه ده مدرب فاشل ده، بس هي الفكره هو جاي مسك على اساس ايه او جاي عمل ايه. فعمل انجازه الكبير طبعا لما صعد بويسكا، اول صعود في تاريخ ويسكا كان عن طريق روبي طبعا. الموسم اللي فات كان اول موسم ليهم وهبطوا، لكن مشي قبل الموسم ما يبدا اصلا، ما ضربهمش في الدوري الممتاز، وراح مسك اسبانيول الموسم اللي فات رجعهم اوروبا تاني، قدم موسم ممتاز جدا باسبانيول ومع فريق امكانياته كبيره بقى بنت امكانيات روبي. فهم في بيتيس قالوا نكمل على الستايل بتاع كيكي سيتيان ونجيب مدرب برده بيلعب كره سكسي فوتبول يعني، وبيلعب كره جميله، لكن لحد دلوقتي الدنيا مش ظابطه معاه خالص. يعني مش فاكر ترتيبهم كام، بس هم كسبوا الجوله اللي فاتت اللي كانت في نص الاسبوع، كان فوز محوري يعني ومصيري كان لازم يتحقق. لكن هم انا فاكر بصيت على الجدول قبل الماتش ده كان هم في مراكز الهبوط. هقول لك تحديدا دلوقتي بيتيس مركزه كام. بيتيس دلوقتي اتقدم بمركز 16 عنده 12 نقطه، لكن قبليها كان عنده 9 نقط كان في مراكز الهبوط. ف بيتيس مش في افضل حالاته يعني، بيتيس لسه والراجل ما وصلش للتوليفه. انا شايف ان يعني في كلام ان بيتيس لو ما كانش كسب الماتش اللي فات في نص الاسبوع ما كانش روبي هيبقى على الدكه النهارده في سانتياغو برنابيو، هما كسبوا سيلتا فيجو 2-1. لكن انا شايف ان لا، المفروض بيتيس يصبر على الراجل ده ويديله فرصته، حتى لو خسر النهارده من ريال مدريد. ما هو انت بتلعب ريال مدريد انت طبيعي تخسر، اي حاجه تانية بتبقى هو ده الانجاز، هو اتعادلت او فزت يعني قدام ريال مدريد وبرشلونه. هو راجل اثبت ان هو صاحب فكره، واثبت ان هو راجل قادر يحيي يعني اسبانيول قبل روبي لسنين طويله جدا، كان بلا شخصيه وبلا هويه وتعاقب عليه مدربين كتير من ساعه الاداره الصينيه ما جت، لحد ما روبي هو فعلا اللي وقف فريق على رجله، وبعد روبي خدوا كيرف نازل. يعني الموسم ده اسبانيول وحش جدا بعد ما روبي مشي. ف ممكن النهارده تبقى شهاده ميلاد روبي قدام ريال مدريد، يعني ممكن النهارده يكون الماتش اللي هو محتاجه ويستغل التاريخ القريب لبيتيس الناجح قدام ريال مدريد، وممكن يبقى الماتش الثأري لزيدان. لزيدان التشكيل لسه بيعلن شو اعتقد؟ لا لسه الماتش لسه الساعه 10 ولسه لسه شويه كده على ما يعلن. عامه هنشوف النهارده هل ريال مدريد هيكون وافي لعادته بالتعثر وقت ما برشلونه يتعثر، ولا هيغير الامور. والسؤال الاخير في النقطه دي، برشلونة وحش
وريال مدريد مش كويس برضه وحش، هل في فرصه لاتلتيكو مدريد هو يقرب او ان هو يعديهم بقى بشويه، ولا اتلتيكو مدريد اوحش؟ اتلتيكو مدريد اوحش. اتلتيكو مدريد حقق فوز خادع طبعا في هز العالم، فوز خادع في البري سيزون قدام ريال مدريد 7، فكان ماتش كابوسي يعني، لكن هو لا يعبر عن اي شيء الماتش ده، يعني ماتش ملوش اي اهميه ولا يعبر عن اي حاجه. يعني اتلتيكو مدريد اللي جايب 7 اجوال في ماتش واحد قدام ريال مدريد في 12 ماتش لحد دلوقتي، هو خسرانه في اللحظه اللي انا بكلمك فيها قدام اشبيليه في 12 ماتش في الدوري الاسباني جايب 11 جول، وما كانش جايب غير 7 اجوال في اول مش عارف كام جوله. فيعني فاتلتيكو الناس شايفه ان هو بصوا ده جابوا جواو فيليكس، ده جابوا ماركوس يورينتي، ده جابوا هيكتور إيريرا طبعا من بورتو، جابوا ماريو اورموسو اللاعب اللي هو كان ريال مدريد بيتكلم عليه في قلب الدفاع. بس فعلا اتلتيكو مدريد خسر دعايم كبيره قوي السنه دي، يعني خسر النجم الاول بتاعه انطوان جريزمان، خسر القائد بتاعه دييغو دين، حتى صفقه كيران تريبير طبعا صفقه ممتازه، لكن اخوان فران فواخره ما كانش كويس، بس هو برضو ركيزه من ركائز الجيل الذهبي. فاحنا بنتكلم عن فريق يعني حتى يعني جمهور ريال مدريد كان بيتحسر على ماركوس يورينتي، ماركوس يورينتي ما بيلعبش اساسي خالص مع اتلتيكو مدريد، الاساسي هو توماس بارتي لاعب غان. فواضح ان لسه التوليفه ما جاتش قوي مع سيميوني، وهو اكيد هو متوقع كده، يعني هو نفسه بيقول ان الفريق احنا بنتكلم في فريق جديد دلوقتي. بس المهم ان اتلتيكو مش فريق مرعب اللي الناس كانت متخيلاه في اول الموسم يعني، وفريق ما بقاش بالصلابه يعني، لما اتلتيكو يجيب جول 1-0 بيبقى عادي يخش فيه جول تعادل، بقى يخش فيه جول تعادل. المنظر ده ما كناش بنشوفه يعني، حصل قدام فالنسيا الجوله قبل اللي فاتت، كانوا كسبانين في واندا 1-0 اتلتيكو، وجول جه في الدقيقه 80 تقريبا من ضربه ثابته من داني باريخو. دي كانت حاجه غريبه على جمهور اتلتيكو، اللي هو ازاي يا جماعه 1-0 دي بيعتبروها نتيجه امنه جدا، المهم ان اتلتيكو بس يتقدم 1-0 وخلاص. طبعا ماتش في اواخر 10 دقايق خلاص. برده حصل اتكرر الموضوع قدام ديبورتيفو الافيس الجوله اللي فاتت في نص الاسبوع، وجول اتلتيكو جه متاخر في الدقيقه حاجه و70 مراته اللي جابه بعد ما نزل تقدمه، وبعدين بعدم انضباط غريب جدا الافيس اتعادل بجول لوكاس بيريز اللي هو طبعا لاعب السابق ارسنال، كان جول حلو في الدقيقه 82 تقريبا. فبقت بنشوف حاجه جديده على اتلتيكو، ان هو مش هو الفريق اللي لما يتقدم بيبقى انت خلاص مطمن ان هو خلاص، مطمن ان هو خلاص. يعني انا فاكر في ماتش لاتلتيكو في دوري ابطال قدام برشلونه من اظن 2016 اللي هو اللي وصلوا فيه النهائي، الاياب لما تقدم 1-0 في اول ماتش، يعني انت متخيل بتجيب جول في الدقيقه 3 مثلا وجمهورك بيبقى مطمن اللي هو انا خلاص تقدمت 1-0 وهي دي النتيجه اللي هتاهلني، يبقى انا مش هعمل حاجه تانية طول الماتش غير ان الفريق كله هيركن ورا وهنطلع بيها كده، يعني هنطلع بيها، هنعرف نطلع بيها 1-0. عملوها قدام برشلونه مرتين في 2014 وفي 2016، عرفوا يحافظوا على تقدمهم ده من وقت مبكر في الماتش، لكن الصلابه دي اظن راحت. بنشوف قلب خط الدفاع دلوقتي فيه طبعا عنده اصابات، عنده خوسيه ماريا خيمينيز مصاب وعنده سافيتش مصاب، فبنشوف خط الدفاع مثلا فيه فيليبي لاعب جاي من الدوري البرتغالي جاي من بورتو. من بورتو برده، وايرموسو جنبه، وباك شمال اسمه لودي برازيلي، وباك يمين انجليزي، وخط وسط، خط وسط ما اتغيرش قوي، لكن تبقى مشكلة عنده لما المهاجمين بتوعه يغزلوه، لما مراتا ما يكونش كل ماتش في الموعد، لما دييغو كوستا يكون جايب جولين بس ولا جول واحد من اول الموسم وهو المفروض ان هو نجم كبير واكثرهم خبرة، تبقى مشكلة لما تلاقي سيميوني مضطر ان هو يلعب انخيل مارتين كوريا كلاعب اساسي في خط الهجوم كده، تعرف ان لا لعيبته المهاجمين اساسيين خذلوه طبعا، انك تحمل لعيب عنده 19 سنة عبء فريق تخليه هو النجم وتخليه هو الشخص اللي هيعمل كل حاجة وهيسحر زي ما جريزمان كان بيسحر. انا كنت شايف ان جريزمان بيسحر، ناس كتير جدا شايفين جريزمان لاعب عادي او ان هو ما كانش مش نجم مش سوبر ستار زي باقي نجوم العالم، لكن يا جماعة جريزمان كان بيلعب فريق دفاعي بحت، ففكرة ان هو يصنع الفارق بكرياتيفيتي بتاعته كانت مش سهلة، لان هو بيبقى معاه عدد قليل على الكورة، عدد ثواني او عدد دقايق قليل على الكورة في خط الهجوم، بيستلم الكورة في اماكن مش مريحة قوي ليه، انت بيبقى عندك عدد فرص محدود في الماتش، انت مش فريق هجومي بيخلق كتير، انت اللي محتاج تلاعب زمايلك. جريزمان كان بيلعب في كل حته في اتلتيكو، كان بيلعب جناح، بيلعب مهاجم، فكان بيقوم بشغل غير اعتيادي، بس بيظهرش للناس بشكل كويس، بس ما بيظهرش للناس بشكل كويس، وان هو صعب تقدر تعوضه دلوقتي. يعني جريزمان موجود مع اتلتيكو من 2014 2015، فعلا كان بيقوم بشغل انا حسيت ان هو لو مش موجود في اتلتيكو هنحس بفرق كبير، وهنحس ان مش سهل تجيب لعيب في فريق دفاعي وتقول انك عايزك تبقى احسن مهاجمين العالم.
فجواو فيليكس طبعا مهمته صعبه جدا، هو مصاب دلوقتي بس الفتره اللي حتى كان سيميوني بيغيره كتير، يعني اغلب الماتشات لعبها فيليكس بيخرج والناس بيسالوه في المؤتمر الصحفي والصحفيين بيسالوه ليه بتخرجوا دايما، فقال لهم انا ما اعرفش قانون في اللعبه يخليك يمنع انك تخرج اللعيبه يعني، رد بتهكم. لكن طبعا لسه بدري قوي على فيليكس ومحتاج الفريق يشيله حاليا يعني. هرجع للدوري الانجليزي، سؤال سريع بقى عن ارسنال، امتى هتكون نهايه اوناي امري؟ علشان يعني احنا انا شايف الناس بتعاني جوه، الناس بتعاني، مشجعين ارسنال بيعانوا. النهارده مفيش اي يعني غريبه، نيكراس بيبي بيحتفظ بيه على مقاعد البدلاء طوال المباراه، وانت كسبان بتخرج لوكاس توريرا اللي هو الهاف فندر بتاعك، وانت خسران بتنزل باك شمال مكان باك شمال اللي ساعد كروس دراك مكان اسمه ايه تيرني. فاللي هو انت ايه، هو في ايه، هو بقى بيفكر ازاي يعني؟ امري حتى لما كان مع اشبيليا، لما كان مع باريس سان جيرمان، لا ما كانش حتى بالسوق ده، كان على بيفكر يعني، هو مدرب عادي مش مدرب رائع بس عنده فكر، لكن دلوقتي بقى الموضوع بقى غريب جدا، بقى كانه لسه بيتعلم الكوره، فايه اللي حصل في ايه؟ اظن ان امري ما حلش اي جديد على ارسنال من بعد ارسن فينجر. لا هو بقى اسوء، بقى اسوء كمان. بس الفتره ان جمهور ارسنال مع فينجر في اواخره وصلوا لدرجه انحدار، فاعتقدوا انه اي حد هيجي دلوقتي يا جماعه هيبقى احسن يعني. فمع طبعا كامل الاحترام لتاريخ الراجل والانجازات اللي حققها مع النادي، لكن امري وصل لمرحله ان هو تحس ان هو مش عارف هو بيعمل ايه اصلا، وفي يعني بيعمل تغييرات محرجه جدا اثناء الماتشات، وبيعمل نتائج محرجه، ويعني ارسنال بيلعب شيفيلد يونايتد، ارسنال خسر من شيفيلد يونايتد، ارسنال كسبان 2-0، ارسنال تعادل 2-2، يعني فريق ما تضمنوش في اي حاجه، رغم ان هو عنده فريق كويس يعني، عنده في خط هجوم كويس. ممكن يكون هو انا مش عارف ايه مشكلته مع اوزيل بصراحه، لاعب اساسي بس هو بعد نيكولاس بيبي خالص، لكن كان ايه اللي حاصل من الموسم اللي فات واول موسم؟ المهم ان هو واصل، تحس كده انت بتشم ريحه الاقاله يعني، انا شايف شامم ريحه الاقاله قريب، بس هيكون مين اللي هيعوضه يا ترى؟ ده السؤال. بس اظن دي اسوأ مراحل مسيره امري يعني، حتى فترته مع فالنسيا مثلا سنين طويله ما كانش السوء ده، بالعكس يعني كان في يعني انا فاكر فتره، طبعا فترته الذهبيه مع اشبيليه كان اشبيليه فريق شرس جدا، ده دي الفتره دي احسن يعني، اشبيليه تعاقب عليه مدربين كذا كذا مدرب بعديها يعني، مثلا خورخي سان باولي اللي هو الراجل اللي الناس في ناس بتعبده، بس انا شايف ان فترته لا تقارن اطلاقا مع امري. جه كذا مدرب، جه مونتيلا، وجه ادواردو بيريتزو اللي هو كان جاله سرطان وخف منه، فجه كذا مدرب، ومفيش اي مدرب قدر ان هو يسد الثغره اللي سابها امري، وراجل واخد 3 دوري اوروبي ورا بعضه يعني، فحتى مع باريس سان جيرمان بس ما كانش بالسوء ده اللي موجود مع ارسنال، هو بس لولا ماتش برشلونه والريمونتادا التاريخيه ما كانتش المسيره بتاعته مع باريس سان جيرمان هينظر ليها بالنظره السيئه دي تماما يعني. انت في الدوري محليا بتكسب، في دوري ابطال اوروبا لو عديت برشلونه كانت هتبقى في حته ثانيه خالص، وهزم برشلونه 4-0 بالظبط، حتى لو عديتها وانت خسران 5-1 كان برده في الاسبح هيتقال ان انت عديت، بس هي اللقطه دي هي الفلسفه الطريق تاني خالص لمسيرته مع باريس سان جيرمان. هسال سؤال اخير قبل ما اختم بقى، السؤال احنا سالناه قبل كده للجمهور على في الجول في استفتاء عندنا في البول في الويب سايت، تتوقع اول مدرب هيرحل على الفريق وايه في اوروبا؟ كان يوناي امري مع ارسنال، ولا فالفيردي مع برشلونه، ولا سولشاير مع مانشستر يونايتد، ولا مين تاني برشا؟ نيكو كوفيتش مع بايرن ميونخ، والنهارده ممكن يكون نيكو كوفيتش التوقيت دلوقتي اصلا. نيكو كوفيتش اللي مش متابع خسر النهارده 5-1 من انتراخت فرانكفورت، فريقه السابق فرانكفورت اللي هو كان اخد بيهم الكاس قدام بايرن ميونخ، وكان خلاص من قبلها اساسا الموضوع مع بايرن ميونخ، فكان اخر ماتش ليه مع فرانكفورت، اخد الكاس من بايرن علشان يروح بايرن ويخسر 5 النهارده، بعد كمان رحيل لوكا يوفيتش مش عارف مين في فرانكفورت حاليا متالق وبيجيب الخمسه في بايرن ميونخ، وطرد لجيروم بواتينج في اول 5 دقائق او 9 دقائق بعد ما في لاعب عمل له نفس الترقيصه اللي ميسي عملها له، بس المره دي بقى ظهره اتعلق فيه فطرد. نيكو كوفيتش غالبا هيبقى كوفيتش، لان اداره بايرن اثبتت ان هي مش من ادارات الصبوره يعني. يعني لما قالتهم لانشيلوتي تقول لك كده، انشيلوتي ما كانش عامل كارثه فاهمني، مش ازمه، بس هم يعني هم مش مرتاحين للعب للنتائج يعني، مش احسن حاجه، فحسوا ان هم عندهم رفاهيه اقالته فاقالوه. فممكن يكون كوفاتش اساسا ما كانش مقنع الموسم اللي فات، مش مرحب بيه اساسا، والناس مش مقتنعه بيه قوي هناك، فاظن هو قريب جدا من اقاله، اقرب من فالفيردي اللي انا اعتقد ان هو هيكمل اخر الموسم ايا يعني كانت النتائج.
الا لو حصلت كارثه يعني. فالفيردي مش هيمشي عن برشلونه الا لو حصلت كارثه. الكارثه دي اللي هي خساره بريال مدريد كبيره. لا 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 مش هتحصل دي اصلا. مش هتحصل وحتى لو دي حصلت ما اظنش انه هيمشي. ممكن كارثه مثلا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حاجه مبالغ فيها جدا مثلا. خروج مثلا من الدور الاول دوري ابطال اوروبا حاجه غير وارده. عدد خسائر في مباريات متتاليه في الدوري ميسي موجود فاي كان اللي هيحصل ما اظنش ان هو هيبقى كارثي لدرجه اللي تخليهم لا يا جماعه لازم فالفيردي يمشي دلوقتي. هم اداره مش لا بتتغير بسرعه بتتدخل بسهوله. اعتقد ان بتهالي عمري ما شفت برشلونه بيمشي احنا يعني تقريبا اخر واحد اظن لويس فان خال الموسم ده اللي هو 2003 2004 حاجه كده يعني. كان ساعتها برشلونه في مركز 12 او حاجه مش فاكر يعني. فكان بيصارع الهبوط بقى يا الزمالك جامد يا الزمالك اللي احنا فاش ناس. طيب هنلعب لعبه كراسي موسيقيه كده. خلاص احنا قلنا ان كوفيتش هيكون اول مدرب هيمشي. المدربين متاحين حاليا جوزيه مورينيو ارسن فينجر. مين تاني متاح؟ في حد ايطالي ماكسيميليانو أليجري. أليجري اسم تقيل جدا في السوق يعني. فادي كده ثلاثه متاحين وشوك يكون في تدليل واحنا مش واخدين بالنا منهم في بس يبقى. مش صف اول ممكن بيل ابيد ممكن يكون خليفه كوفيتش في حاله رحيل بايرن ميونخ في حاله رحيله عن بايرن ميونخ. يوب هاينكس ده بقى اللي انا كنت هل ممكن نشوف يوب هاينكس تاني؟ لا خلاص كفايه سيبوا الراجل يعني يريح بقى. اصل هيجي يعمل ايه؟ هياخد دوري؟ ما انا عندي منه كتير ما انا عندي منه كتير فكفايه بقى فاهم. لا ممكن مورينيو اظن تبقى تجربه مثيره للاهتمام. لو راح بايرن ميونخ في المانيا هيبقى اول مره يروح الدوري الالماني وهيبقى اللي هو كالعاده يعني الحاجات اللي هو بيتريق عليها بيرجع يعملها بعد كده يعني. هو اتريق كتير على جوارديولا عشان راح بايرن وقال ايه التحدي في ان انا اروح اكسب دوري من شهر مارس وبتاع. وكان بيتريق على الدوري الاوروبي وبعدين كسب واحتفل بيه. بس هيجي وهيقول تصريح في اول مؤتمر عادي عادي مورينيو ما عندوش مشكله. هو لا في تحدي انا جاي متاخر على في النقاط عن هيلاقيها ولا حاجه وهيبقى مكسب هيحور لها ما يكونش بس بيتفرج. طيب عارفين مين بيتفرج؟ ما علينا. طب ده بايرن ميونخ ارسنال لو يوناي امري ماشي مين انا مش شايف حد من الموجودين لايق على الدي ان اي بتاع ارسنال ياخدوا ريسك ويعينوه بقى الشخص اللي كان اسمه مطروح وما اتخذش. ميكيل أرتيتا مساعد جوارديولا اظن لو اتعرض عليه مبدئيا هو مش هيرفض يعني مستحيل يعني فرصه كبيره جدا. زي اونري برضو اتقال ممكن يمسك ممكن طبعا بغض النظر عن تجربته مع موناكو ما اظنش ان هم هيبص لها مش هيبصوا لها لما لو قرروا ان هم هيمشوا ايمري واسم اونري طرح ما اظنش ان هم هيبصوا ان هو ما نجحش في مسيرته الاولى. ممكن التمسوا له عذر ان هو مثلا اجواء ما كانتش مناسبه وان الفريق كده كان في وضع كارثي يعني. لكن اونري في ارسنال هيبقى معاه دعم كامل وهيبقى معاه الجمهور يعني هداف التاريخ الارسنال يعتبر احسن لاعب في تاريخ ارسنال. ممكن يكون فعلا اسمين اللي انا الاسم اللي انا قلته واسم اللي انت قلته هما اللي يجوا في حاله ان ارسنال يمشي امري اللي هي اظن المفروض تبقى قريبه جدا لان الفريق مش بيتحسن اطلاقا الفريق من سيء لاسوء يعني. وخليفه سولشاير في مانشستر مش هيمشي النهارده خسر تاني مش هيمشي مش حاسس ان هو هيمشي يعني. تحس ان هم خلاص ان هم مش عايزين يغيروا مدربين تاني يعني زهقوا بس ان خلاص احنا هنخسر. ممكن مش حاسس ان اداره مانشستر يونايتد هتغير مدربين قريب يعني. هو راجل تحس ان هو مطمن اصلا. هو النهارده كان خارج سعيد جدا رغم الخساره بس ما اعتقدش ان هو هيطول كتير يعني. اعتقد ان لو بشي هيبقى أليجري هو الانسب. وأليجري على فكره لايق قوي على مانشستر يونايتد وهيقدر ان هو يعني أليجري مش لايق على ارسنال. أليجري مدرب رائع من افضل المدربين في العالم انا بشوف كده رغم ان انا كنت بطالب بمشيانو من يوفنتوس بس طبعا ما كنتش معوضه هو ساري. لكن هو فعلا من افضل مدربين العالم بس مش هيبقى لايق على ارسنال زي ما بيتقال ان هو ممكن يمسك. لكن مانشستر يونايتد هيبقى لايق جدا جدا عليه بس هنشوف سولشاير هيمشي ولا هيكمل. اتمنى يكمل يعني عايزين نتفرج. طيب اعتقد كده كفايه قوي احنا غطينا كل حاجه. شكرا ليكم وهنكون دايما كالعاده معاكم اي كان مين اللي قاعد هنا النهارده. كان معاكم زكي السعيد واحمد العليات. كل يوم هتلاقوا اثنين جديد مختلفين. شكرا والى اللقاء.